يجد هؤلاء الهاربون من جحيم الحر في هذا المقهى وسط مدينة جعار مكانا مناسبا للراحة والاسترخاء. ففي ظل ارتفاع درجة الحرارة في محافظة أبيان خلال فصل الصيف تسبب في حدوث الكثير من حالات الإغماء والوفاة بعد أن سجلت درجة الحرارة أعلى مستوى في الارتفاع وتجاوزت 45 درجة مئوية في المناطق الساحلية من المحافظة. الناس في حرارة ضغط عالي وناس أكثر وفيات ومستشفيات مرقدين بسبب الكهرباء. الكهرباء هذه الأيام انقطاعات واصل. هذا الجو هذا خاصة العشر أيام الأخيرة هذه عندنا حر شديد حر شديد. ماتوا فيها ناس ماتوا فيها ناس عندهم قلطات عندهم يعني أمراض سرطان عندهم كل شيء ماتوا من كثر الضغط الكثير الذي فيه يعني خاصة بالكهرباء. أمام موجة الحر الشديد برزت إشكالية الانطفاءات المتواصلة للتيار الكهربائي حيث تجاوزت ساعات الانطفاء 18 ساعة يوميا وهو ما اعتبره القائمون على مؤسسة الكهرباء عجزا طبيعيا نتيجة عدم امتلاك المؤسسة للآليات الكافية لتوليد الطاقة الكهربائية. قدرة التوليد لدينا محدودة في حدود 20 ميجا ونعتمد على تزويدنا عبر خط النقل الحسوة جعار بما يعادل المفروض 10 ميجا كي تستغر الطاقة الكهربائية. إلا أن الأخوان في عدن يبدو لأسباب لا نعرفها قلصوا هذا الموضوع إلى الصفر، الأمر الذي أدى إلى اختناقات شديدة لدينا. لم تستطع الحكومة إيجاد حلول لمعالجة مشكلة الكهرباء في أبيان التي تمثل أحد أبرز الخدمات المتردية في المحافظة، لكنها اكتفت باعتماد 30 ميجاوات كطاقة خاصة بكهرباء مديرية زنجبار، ما يعني تخفيف الضغط على مدينة جعار والمناطق المحيطة بها، إذ تشكل مساحتها تقريبا نصف جغرافيا المحافظة. لكن المشروع الذي بدأ العمل عليه بصورة رسمية توقف بعد أن عجزت الحكومة عن توفير الميزانية الخاصة به، وهو ما يعني استمرار معاناة المواطنين في محافظة أبيان. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.